بوابة براندنبورغ من أهم رموز مدينة برلين. اسم البوابة جاء من ولاية براندنبورغ التي تحيط بولاية برلين، وبدأ بناؤها عام 1788 وانتهى عام 1791. تحطم جزء منها في الحرب العالمية الثانية، ثم أعيد بناء الجزء المحطم مرة أخرى. تعبر بوابة برلين عن الوجه الأثري التاريخي الخاص بالمدينة والممزوج بجمالها الحضاري الذي يجعلها من أجمل المدن في القارة الأوروبية. موقع البوابة يعد وجهة لكثير من السياح على مدار العام، وذلك من سكان المدينة والسياح المحليين وكذلك سياح الأجانب من خارج البلاد ممن يأتون لزيارة البوابة وكذلك التمتع بالعديد من الأنشطة، حيث يمكن للزوار التجول بين أرجاء البوابة ومشاهدة جمالها المعماري المميز، كما ويمكن للزائرين الجلوس في محيط البوابة والذي يتميز بجو هادئ وسط الطبيعة الخلابة المتمثلة بالحديقة المحيطة بها. هذه البوابة مصنوعة من الحجر الرملي، هي مثال عن الروعة الكلاسيكية الألمانية. تعبر البوابة عن الوحدة الوطنية التي تعيشها ألمانيا بعد سقوط جدار برلين. يمان شواف، العين الإخبارية، برلين، ألمانيا.